هاي يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا لين، والفيديو ده هيكون عن تفتيح البشره اللي ناس كتير سالتني عنه، وهو هعمل لكم وصفتين سكراب للبشره والماسك. اول حاجه هبدا بيها هي السكراب، وهو حاجه سهله جدا وعباره عن حاجتين بس، هو عباره عن ليمون وملح. وهنا انا عندي معلقتين ملح للسكراب، وعندي عصير ليمون. وممكن بدل عصير الليمون تجيبوا نص ليمونه تحطوا عليها ملح وتبداوا تعملوا السكراب بتاعكم بشكل دائري، على سواء على الجسم او على الوش. فهنا انا عندي معلقتين ملح، هجيب مثلا معلقه او معلقتين، هجيب معلقتين. انا مش عايزاه يبقى سايد ولا عايزاه يبقى ماسك، يعني انا عايزاه معقول. هنعمل سكراب بيه وهنسيبه لغايه ما نحس ان الليمون نشف معانا. اللي بشرتها حساسه، الليمون والملح الاثنين سوا بينشفوا البشره وممكن يعملوا حساسيه. وكده كده بعد السكراب ده احنا هنحط بادي لوشن او مرطب على الوش، علشان الليمون والملح بينضفوا جامد وبيخلوا البشرة ناشفة نوعا ما، فاحنا لازم نلحقها بترطيب. اما تاني حاجة هي الماسك اللي انا قلت لكم عليه، وهو عبارة عن ثلاث حاجات: عسل وكركم وليمون. انا هنا عندي معلقتين عسل واحط عليهم معلقة كركم، برضو هحط معلقة ليمون. مش عايزة الخليط برضو بتاعي يبقى سايل قوي، زي ما انت شايفين يبقى متوسط. عشان كده انا حطيت معلقتين عسل وحطيت معلقة كركم وحطيت معلقة ليمون. لو حسيتوا برضو ان هو سايل قوي قوي ومش هيمسك معاكوا، حطوا كركم. والماسك ده هيتحط على المكان الغامق لمدة ربع ساعة لغاية ما ينشف. الماسك ده برضو للبنات اللي عندهم حبوب، الليمون والكركم بيساعدوا ان هم ينضفوا الحبوب ويشيلوا الحبوب خالص ويشيلوا اثار الحبوب اصلا. برضو العسل بيطهر وبيفتح البشرة، برضو بيعمل بالانس بين الكركم والليمون لانهم بينشفوا البشرة شوية. فالعسل بيرطب البشرة وبيخليها فيها نعومة كده وترطيب حلو. وطبعا تقدروا تعملوا الماسك والسكراب كل اسبوع لغاية ما تلاقوا نتيجة وتحسوا ان الموضوع فرق معاكم، بالذات السكراب او الليمون مع الملح. وحسيتوا ان برضو الملح في الليمون بيضايق، ممكن تحطوا سكر او تحطوا ليمون بس، يعني تعملوا سكراب بالليمون، تجيبوا نص ليمونه تعملوا سكراب بيها كده لوحدها. هي مش هتعتبر سكراب، بس الماسك هيبقى عباره عن ليمون فقط. وبعد ما قلت هعمل ماسكين بس، قلت اعمل لكم كمان ماسك زياده علشان الحبوب وعلشان برضو تفتيح البشره. عباره عن حاجتين برضو، هو الموز وليمون. اول حاجه هعملها هي ان انا اهرس الموزه، اجيب موزه كامله اهرسها علشان تكفي وشنا. بعد كده هضيف نص معلقه ليمون، هي دي شكلها اكتر من نص معلقه، بس هقلب كويس. بعد كده زي ما انتوا شايفين اتهرست كويس، وضفت الليمون بتاعي، هحطه على طول على الوش قبل ما يسود طبعا، وهسيبه من 15 ل 20 دقيقة. بعد كده اغسل وشي بمية دافية. وبكده اكون عملت لكم 3 وصفات: ماسكين وسكراب لتفتيح البشرة واثار الحبوب، وبرده ماسك الكركم وماسك الموز يعتبروا من الماسكات اللي بتعالج الحبوب. وبس كده. ولو حبيتوا الوصفات وجربتوها متنسوش تسيبوا لي تحت في الكومنتس وتقولوا لي رأيكم، وتعملوا لايك للفيديو وشير للبنات اللي دايما بتسأل عن وصفات للتفتيح وصفات للحبوب. وطبعا متنسوش تعملوا سبسكرايب وتفتحوا النوتيفيكيشن عشان يجيلكوا كل جديد، وعملوا فولو على تويتر والانستجرام والسناب شات ولايك على الفيسبوك،
ولو حابين تشوفوا وصفات اكتر هسيب لكم في اخر الفيديو لينكات عن الوصفات التانية او تحت في الديسكريبشن بوكس. وبس كده، اشوفكم على خير. باي باي.